والحديث ده برضو بتلقاه في البخاري ومسلم، تلقاه آخر حديث في الموطأ. قال لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. محى الله به الكفر، فحارب الشركيات صلى الله عليه وسلم، حارب دعاء غير الله، وحارب ادعاء أن غير الله يعلم الغيب، وحارب التمائم والحجبات، وحارب كل مظاهر الشرك صلى الله عليه وسلم، وكسر الأصنام، ونشر الله به التوحيد صلى الله عليه وسلم. ولا يؤخذ من اسمه الماحي أنه صلى الله عليه وسلم يمحو الذنوب. قال: أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. فهمت الكلام؟ يعني بأني أنشر التوحيد بتوفيق الله فيمحو الله بي الكفر، وأنشر الإيمان بتوفيق الله لي. أما قولهم في الغلو: أحمد يا حبيبي سلام عليك، قول المضلين. أحمد يا حبيبي سلام عليك، يا مسكي وطيبي سلام عليك، لحد ما يقولوا يا كاشف الكروبي سلام عليك، يا ماحي الذنوب سلام عليك. وهذا يخالف الدين، الذي يكشف الكروب هو الله وحده لا شريك له. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. في آية برضو واضحة شديد جدا، دي الآية دي ما في سورة النمل، في آية في سورة الأنعام، قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. مش واضحة؟ واضحة جدا. الذي يمحو الذنوب هو الله وحده لا شريك له. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. كلام واضح. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهو صلى الله عليه وسلم في الذكر المعروف، هو ذكر سيد الاستغفار في صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه في آخره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالناس ذي غالتوه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لربه: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهم يقولون بأنك أنت يا رسول الله تمحو الذنوب، يخالفونه صلى الله عليه وسلم ويكذبون ما يقول صلى الله عليه وسلم. وإن لم يقولوا بأنهم يكذبونه لكنهم يكذبونه. طيب، الحديث ذا قال: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. رواه البخاري ومسلم. من الجوزي شرح الكلام ذا، قال: الماحي الذي يمحى به الكفر، الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه أي يقدمهم وهم خلفه. ذا كلام منه، من الجوزي رحمه الله تعالى. يما تقول وهابي، توفي سنة 597 هجرية. طيب، العاقب آخر الأنبياء. طيب، الحديث الثاني وفي أفراد مسلم، يعني انفرد به مسلم عن البخاري، من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فقال: أنا محمد وأحمد والمقفى والماحي والمقفي والماحي والحاشر ونبي التوبة والملحمة، وفي لفظ نبي الرحمة، يعني زاد ثلاثة أسماء: المقفي أو المقفى
سيأتي شرح إن شاء الله تعالى. وزاد ونبي التوبة والملحمة، نبي التوبة الاسم السابع، والثامن ونبي الملحمة، الملحمة. طيب، المقفي بمعنى العاقب، لأنه تبع الأنبياء، تبع شنو؟ الأنبياء. ده شرح الإمام ابن الجوزي، شرح الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. قال: وكل شيء تبع شيئا فقد قفاه، يعني أتى بعد الأنبياء، ثم قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم إلى آخره. الملاحم أو الملحمة الحروب، الحروب. فهو نبي التوبة أتى بالشيء الذي يتوب به العباد إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى التوبة. والشيء الذي يتوب به العباد إلى الله تعالى أن يقلعوا عن الذنب، وأن يندموا، وأن يعزموا على أن لا يعودوا إلى الذنب مرة أخرى. وهو نبي الملحمة، الملاحم الحروب، الحروب. من الأسماء التي ذكرت له الضحوك. قال ابن فارس رحمه الله: والضحوك صفته في التوراة. قال ابن فارس: وإنما قيل له، قال ابن الجوزي: الضحوك صفته في التوراة. قال ابن فارس: وإنما قيل له الضحوك لأنه كان طيب النفس فكها، فكها. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح. ده حديث، إني لأمزح. هذا الحديث أخرجه الطبراني عن ابن عمر، وأخرجه الخطيب أو ذكره الخطيب في تاريخه عن أنس، وهو في صحيح الجامع للألباني، حديث ثابت. إني لأمزح، لأن في ناس بيزعلوا منك، كان ضحكت بيزعلوا منك، بقول لك أنتوا بتضحكوا ليه؟ هنصر استفدنا شنو يعني؟ الزول لو صر استفاد شنو يعني؟ قال لك: إني لأمزح. النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بيان بعض ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه.